قلقانة يعني أنا أوي، قلقانة أنا أنا أوي من الهدوء ده. لا لا لا، يعني شوفي اللي أنت عايزاه وإحنا تحت أمرك. طب احكي لي شوية، طب بدأت التمثيل قلت قبل كده صدفة صح؟ آه احكي لنا عن الصدفة السعيدة دي. بصي، هي صدفة سعيدة فعلا بالنسبة لي، بالنسبة للسادة المشاهدين معرفش إذا كانت سعيدة طبعا بالنسبة لي ولا لا. كان في 2011 كان في مسلسل بتعمله الجميله، احب اقول لها كل سنه وانت طيبه، احلى حنان ترك في الدنيا كلها. احنا طبعا برضو نوجه لها تحيه وبنقول لها كل سنه وانت طيبه وسنه سعيده عليكي وعليكي. هم الحنانات حنان كده بقى، حنان وحنان، فاهمه انت يا فاهمه. فكان الاستاذ خالد حلمي والاستاذ احمد نور بيعملوا مسلسل للجميله حنان ترك. ده اني مسلسل نونا المأذونه. نونا المأذونه. فقالوا لي شريف، انا مفيش بقى حاجه، يعني انا قاعد لا بفكر امثل ولا بفكر اعمل ولا صحابي احنا قاعدين. يعني انت ما كانش خالص عندك اي طموح خالص في التمثيل؟ كانوا بيقولوا لي، بس انا ما كنت، يعني يا جماعه ما تهزروش. ما تهزروش، ما كنتش شايف في نفسك انك انت هتعمل كده خالص العمليه. انا كنت حابب الانتاج، يعني كنت حابب الانتاج، وكنا عاملين شركه انا وعلاء مرسي. بنعمل انتاج، عملنا فيلمين وقامت بقى احداث يناير، احداث يناير وكده. فقعدنا بقى كويس، فانا قاعد كده قاعدين بالليل مع اصدقائي، يعني هو خالد واحمد صحابي جدا يعني، فقاعدين فبيقولوا لي شريف احنا بنعمل مسلسل اسمه نونا المأذونة لحنان ترك. مبروك، ما تيجي تعمل معانا حلقه. قلت لهم حلقه؟ يعني انا الناس عمالين يقولوا لي مثل مثل مثل، وانتوا جايين تقولوا لي حلقه كمان؟ يعني فكها شويه، يعني فكها شويه، مش هيجرى حاجه. قال لي لا، احنا كل حلقه في ضيف، فانت هتبقى ضيف معانا. كانت حلقه 14، حلقه 14 في نونا المأذونة. كنت رايح عشان اتجوز اربعه. هي حنان عملت كده بالظبط، يعني هاتي الحلقه واتفرجي، شوفي الرياكشن بتاعك بعد ما الحلقه تتذاع، وشوفي رياكشن حنان. اربعه؟ اربعه. فطبعا ضحك السنين، يعني طب ما تيجي نشوف جزء من الحلقه. يلا نشوف مع حضرتك.